قالت وزارة الدفاع اليمنية إنها قتلت القيادية في تنظيم القاعدة في جزيرة العرب أنور العولقي مع عدد من رفاقه، لكن مصادر أمريكية أكدت أن العولقي قتل في غارة نفذتها طائرة بدون طيار أمريكية. من جانبه قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما إن مقتل العولقي يعكس قوة الاستخبارات الأمريكية والقوات اليمنية أيضا، وأضاف أن ذلك يعد دليلا على أن القاعدة لم تجد ملاذا آمنا في الجزيرة العربية. هذا النجاح دليل على قوة استخباراتنا والقوات اليمنية التي تعاونت مع القوات الأمريكية منذ سنوات طويلة. إن أنور العولقي ومنظمته كانوا مسؤولين مباشرة عن مقتل عدد كبير من اليمنيين، وإن أيديولوجيته المقيتة باستهداف المدنيين أمر مرفوض من قبل غالبية المسلمين وكل الأديان، وقد لاقى العولقي حتفه لأن العالم مع اليمن تعاونوا سوية للقضاء على القاعدة. مقتل المواطن الأمريكي اليمني الأصل أنور العولقي أثار جدلا واسعا في الولايات المتحدة بشأن المدى الذي يمكن أن تذهب إليه الحكومة الأمريكية في تعقب وقتل المشتبه في ممارساتهم الإرهاب ممن يحملون الجنسية الأمريكية ومدى قانونية مقتل العولقي. ففي حين رحب كثير من أعضاء الكونغرس ومن الأمريكيين عامة بمقتل العولقي، قال داعمون لحقوق الإنسان إن هذه القضية تثير ما وصفوه بأسئلة خطيرة. وأكد ناشطون في مجال الحريات المدنية أنه لم يتم بذل أي جهد لتوجيه اتهامات رسمية للعولقي، وأن هناك شكوكا حول انخراطه في أي من الجرائم. وأشاروا إلى أنه إذا قتل العولقي على يد قوات أمريكية أو بمساعدتها فسيكون ذلك أمرا غير قانوني. كما شجب الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية قتل أنور العولقي، وقال حقوقيون إن الرئيس الأمريكي ليست لديه سلطة مطلقة لإعدام أي أمريكي إعداما فوريا بعد أن يقرر أنه عدو للدولة. نبقى في الشأن اليمني، حيث تظاهر مئات الألاف من اليمنيين في 17 محافظة في جمعة النصر لشامنا ويمننا التي توافقوا على شعارها مع ثوار سوريا، وردد المحتشدون عبارات تؤكد على وحدة موقف الثورة في البلدين. وتأتي هذه الجمعة في ظل جدل كبير أثرته فتوى طلبها الرئيس صالح من جمعية العلماء في اليمن، وتوصلت إلى أن الخروج على الحاكم محرم قولا وفعلا. مزيد من التفاصيل في تقرير أحمد الشلفي من صنعاء. شعارات المتظاهرين إلى الرئيسين صالح وبشار في جمعة النصر لشامنا ويمننا. احتجاجات ملايين المتظاهرين في 17 محافظة يمنية لنصر الثورتين اليمنية والسورية. آخر ما جدت به الثورات العربية في صورة تجسد وحدة المشهد والهدف بين بلدين ثائرين على نظاميهما، وتعرض كما يقول ثوارهما إلى الكثير من القتل والقمع، طال حتى الأطفال. حرام حرام، هذا طفل لازم أن يكبر ولازم أن يكون دكتورا أو أي شيء. هو حرام، لماذا قتلته يا علي عبد الله صالح؟ ليس في قلبك شفقة؟ ليس في قلبك شفقة؟ إنه طفل حرام. الثوار أرسلوا رسالة إلى من وصفوهم بعلماء الرئيس صالح الذين أباحوا له كما يقولون دماء اليمنيين، بعد أن أفتوا بحرمة خروجهم عليه بالقول أو الفعل وحرمة المظاهرات والاعتصامات. ليس بيان العلماء وإنما بيانا عسكريا بحت، ونسأل الله عز وجل أن يلهم هؤلاء الدعاة والخطباء إلى جادة الصواب. لكن الفتوى بحرمة المظاهرات لم تمنع مؤيدي الرئيس صالح من إقامة جمعتهم التي سميت جمعة الحوار والاحتكام لصناديق الاقتراع في الميدان القريب من القصر الرئاسي. الحديث عن مقتل أنور العولقي المتهم بانتمائه للقاعدة جاء ليؤكد تنسيق النظام اليمني مع الولايات المتحدة الأمريكية التي كانت سببا رئيسا بحسب سياسيين في تأخر تحقيق الثورة اليمنية، مع محاولة أطراف يمنية أخرى الظهور بمظهر الداعم للتحرك الأمريكي. مقتل أنور العولقي اليوم لا يضيف شيئا في هذا الجانب. اليمنيون يبحثون عن يمن جديد، يبحثون عن دولة جديدة مستقرة ونظام عدالة يجنب اليمن مشاكل مثل مشاكل القاعدة. اختلطت الألوان السورية باليمنية بعد أن طال أمد ثورة الشعبين وسقط الكثير من القتلى، غير أن الثوار يقولون إنهم عازمون على مواصلة المسيرة حتى تحقيق جميع الأهداف. بغض النظر عن صحة مقتل أنور العورقي من عدمها، فإن الكثير من المراقبين يرون
النظام اليمني يفتش في جيوبه عن ورقة تساعد في إطالة عمره، لكنهم يقولون أيضا إن زمن الثورات أسقط كل أزمنة القاعدة والإرهاب. أحمد الشلفي، الجزيرة، من ساحة الستين بصنعاء. وفي المكلا شرقي اليمن، طالب المشاركون في المظاهرة الحاشدة بإعدام الرئيسين السوري بشار الأسد واليمني علي عبد الله صالح بتهمة ارتكاب ما سموه مجازر بحق من خرجوا ينشدون الحرية. وفي شبوة شرقي اليمن، خرجت مسيرة حاشدة تأكيدا على المسيرة الثورية في كل من سوريا واليمن. وشعار الجمعة واحد يمني سوري، ومن دمشق إلى صنعاء، من عدن إلى درعا، ولن نتراجع للوراء، من دمشق إلى صنعاء، من عدن إلى درعا، لن نتراجع للوراء. الشعب يريد محاكمة السفاح. وفي عدن جنوبي اليمن، خرجت مظاهرتان صباحية ومسائية تندد بفتوى تحريم المظاهرات، ورفعت شعارات تدعم سوريا وباقي المحافظات اليمنية. خرجت مسيرة حاشدة في محافظة المهرة شرقي اليمن في جمعة النصر لشامنا ويمننا، تتعهد بالتصعيد والحسم والقصاص للدماء التي أريقت ومحاكمة المجرمين. في مصر يعقد الفريق سامي